بتعاني بعض الأمهات من تشتت أطفالهم أثناء المذاكرات وأثناء الدروس، وبيضل يمكن التشتت بدي ألعب، بدي أحضر تلفزيون وبدي أمسك الموبايل. كثير بنسمع هاي المصطلحات وكثير بنشوف هذا السلوك لدى الأطفال، والأمهات عم تعاني بشكل كثير فظيع. يمكن بدهم طرق كثيرة الأهل لحتى يتبعوها، لحتى يمكن يدخلوا المعلومات إلى أذهان أطفالهم. بحوثات كثيرة قاموا فيها خلال العقود القليلة الماضية أنه تحسين الذاكرة أمر ممكن، لكن شو هي الطرق؟ شو هي الأساليب لتقوية الذاكرة عند الأطفال ومنعهم من التشتت؟ رح نحكي أكثر مع الأستاذة ريما جحجح، اختصاصية تربوية. صباح الخير ريما، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، سعد صباحك. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. شكرا. أنا عم نحكي عن مشكلة كتير مهمة عند كتير من الأمهات. هلا نحن بوقت المدارس، بدها تعلم ابنها، بتلاقي شرد مسك الموبايل، بتحكي شرد بالسقف، اي شيء. خلينا نحكي عن موضوع تشتت الذهن عند الطفل. هلا قبل ما نحكي عن موضوع النسيان او تشتت الذهن، لازم احنا نشوف شو المشكله بالاساس. نعمل دراسه حاله اللي احنا دائما بنتفق عليها، ليه انه في عندنا مشكله دائما بدنا نجيبه او قلم ونقعد نفكر ونحط الخطوات ونشوف شو هالطفل شو تصرف وشو ليش تصرف هيك وندور على الحلول. لكن احنا لحتى نعرف شو سبب النسيان لازم نلجأ للام، هي الاكثر حدا عنده علم بطفله. فهون بيكون عندها هي توتر شديد انه هلا درست ابني، هلا عم راح مثلا على المدرسه جاب علامه مو مناسبه، بس امكانياته مختلفه، قدراته مختلفه، ليش هيك عم يصير معنا؟ بداية نحن بنعمل دراسة حالة. شو يعني دراسة الحالة؟ شو أسباب التشتت عند الطفل؟ يا هل ترى هل هو شيء بيولوجي بالجسم أو شيء بسبب البيئة والمحيط حوالينا؟ شيء البيولوجي بالجسم، نحن بنشوف إذا في عنا اضطراب بالانتباه، بالذاكرة، الإدراك، بعمليات الأربعة. نحن بنشوف إذا في عنا مشاكل هون، ممكن الطفل عنده نقص أكسجي، وفي عنا حالة مرضية، ما ننفي الحالة المرضية هي تماماً. مثلاً أثناء الولادة ما كتير بينتبهوا على المواضيع. الطفل أول ما بيخلق هي بيكون حالة طبية، بيكون عنده نقص أكسجي، لازم خلال 3-4 دقائق نحطه بالحاضنة. ما راح على الحاضنة، أخذناه على البيت، صار عنده نقص أكسجي. هي مثل رسالة وساعي بريد، يعني هيك نحن بنمثل الرسائل اللي بتوصل للدماغ، انه الاكسجي لحتى توصل للدماغ هي الرساله عبر الاورده. لازم نحن ننتبه على هذا الموضوع. ما عندنا مشكله مرضيه، نشوف اضطرابات الذاكره، في عندنا مشكله فيها، ما عندنا مشكله فيها، فاذا في عندنا مشتتات للذهن موجوده بالبيت. شو هي مشتتات الذهن؟ الام لما بتكون عم بتدرس الطفل، شو بيكون حوالينا، يا هل ترى في اكثر من طفل؟ يعني في عندنا اسباب كثير لازم ندور عليها وندرسها. في ممكن يكون عندنا اكثر من طفل، ممكن يكون التلفزيون شاعل، مو بالضروره بنفس الاوضه، بجوز بالاوضه الثانيه لكن ذهن الطفل معه. ممكن انا الطفل مقعدته على يعني متعود بهذا الوقت اللي انا عم درسه فيه انه يكون قاعد على الايباد، فهون هذا الوقت مثل وقت زمني مفرمت الدماغ عليه انه انا بهذا الوقت ماني جاهز للتركيز. نعم. كنا عم نحكي ببداية المقدمة انه دائما الامهات عندهم معاناة انه دروس، ركز. في مصطلحات كثيره يمكن تاثر على طبعاً. الولد ابن رفيقك او ابن الجيران او ابن خالتك احسن منك، ذاكرته اقوى منك، مصطلحات كثيره يمكن هي تنمر على الطفل من قبل الاهل. هي اكيد بدون قصد، ما في ام يمكن بتاذي ابنها بالكلام، ولكن كمان الكلمات او نبره الصوت قديش كمان بتاثر على تركيز الطفل. بصير بجاكر يمكن أهم شيء الأمان وابتعاد عن الخوف والرهاب. فهوني مثلا ممكن تستخدم أسلوب التهديد، إذا ما كتبت بدي أقول لأبوك. ممكن الأب يكون شخصيته جدا قوية في البيت، مثلا إنه بيستخدم أساليب الرهاب، التخويف، الضرب،
هي المواضيع كلها، فيكون عنده قلق، ما بقى هم الطفل انه يستوعب الشيء اللي عم تعطيه الام، صار عنده انه هو بس عم يحفظ تلقين حتى بس يجي الأد ما انا اتعاقب او ينحرب من شيء بيحبه مثل ما حكينا من شوي. فانه هون الام عليها المسؤوليه الكبرى، دائما نحن بنلقي على كاهله هذا الموضوع، لازم انتقائنا للكلمات، لكن ضغوط الحياه وممكن اكثر من طفل موجود بالمنزل وتدريس هذا الطفل وهذا الطفل، وممكن نحن التراكم اللي عم يجي مثلا من المدرسه لازم نساعد نحن، المس الموجوده، المعلومات اللي عم تيجي خاصه نحن كنا قاطعين فتره في فيش تعويض للفاقد التعليمي، فهون الام عم تنضغط، لما عم تنضغط عم يطلع الحاله النفسيه تجاه الطفل، عنده خوف، عم يحفظ من دون فهم، تلقين فقط للماده، فهون بدها تدور الام انه الطفل طيب شو السبب انه يعني عم بيخليني اعصب وعم بيخليني اني احكي هدول الكلمات. الطفل ما عم يستوعب، الطفل خايف منك، مجرد ماما، الامان، الحب، ماما، نحن معنا وقت، وشوي شوي نحفظ انتقاء الكلمات، يعني انت ام، يعني انت الحنيه كلها، انت الدنيا كلها، فانتقاء للكلمات ما بتترك جوات الطفل الاثر السلبي اللي نحن بتخليه يبتعد وبتعمل له مشاكل سلوكيه واخرى، يعني بتخليه مثلا عنده عناد، بتخليه عنده يلجا للكذب. ممكن في اطفال كثير واجهتنا مشكله يعني من يومين انه في طفل مثلا بيروح على المدرسه بيكون عنده املا، بيجي ليكتب بيتحجج باشياء خاصة بأهله، مثلا أنا ما دربوني، ما كانت الماما، ما معي دفتر، ما معي هذول الأشياء، فنحن لجأنا للكذب خوفا من العلامة وخوفا من أنه ممكن بالمدرسة في تنمر تماما. نعم، خلينا نحكي عن موضوع مهم، أنه الطفل أحيانا ما بينسى الشغلات اللي بتصير معه الحياتية، الأمور اللي بتصير بالبيت، بس بينسى الأمور اللي بتتعلق بالدراسة، شو أخذ بالمدرسة، وكيف فينا نقيم أنه درجة يعني قدرة الطفل أنه يتذكر المعلومات، كيف فيني أقول الطفل لا عم ينسى بسرعة، ولا ممكن تكون أحيانا حالات هي كتير عادية ونحن نفكر أنه في مشكلة معينة. هلأ نحن في عنا معامل للذكاء، لازم نحن نعمل له اختبار للطفل، بدا عملنا له اختبار للطفل وعرفنا قدراته الإبداعية وقدراته العقلية بالنسبة للانتباه، بالنسبة للذاكرة، للتحصيل المعلومات، فهون نحن بيكون عنا نسبة معينة نعرف مستوى ذكاء الطفل، لما بيكون المستوى ضمن الطبيعي فنحن بنترك انه ما عندنا بقى مشاكل لا بالانتباه ولا اضطراب الذاكره ولا باي شيء، عندنا مشاكل بتلقين المعلومه وباستلامها عند الطفل. طيب هذا الطفل كيف عم ياخذ المعلومه؟ هل ترى عم يفهمها ولا ما عم يفهمها؟ هو عم شو نوع ذاكرته؟ يعني في عنا اطفال يمكن هذا بوقت زماننا نحن ما كانت موجوده هي القصه، كان التلقين مجرد انه عن اللوح، الطفل بده ياخذ المعلومه والحفظ البصم، فهون ما كنا نعرف انه الطفل عم بيفهم، يعني ترى هي المعلومه عم تضل تستمر معه بمراحل التعليميه المقبله كلها. نحن المشكله عنا طريقه تلقين المعلومه، هلا تغير التعليم بشكل جذري، يعني فينا نقول صرنا عم نستخدم وسائل تعليميه اكثر، صرنا عم نطلب مشاريع من الطلاب بشكل اكثر، صار الطفل عم يبحث عن المعلومه، يعني حتى الانترنت صرت عم نوجهه لحتى الطفل يبحث عن المعلومه ويلاقيها. هون نحن في عنا كمان موضوع بدنا ناكد عليه، شو انواع الذواكر عند الطفل؟ في ذاكرة سمعية، في ذاكرة بصرية، في ذاكرة حركية، في عنا أكثر من ذاكرة، فهون الطفل ممكن يتلقى المعلومة عن طريق سمعي، يعني نحن مثلا ممكن أنا أقرأ الدرس والطفل مقابلي يتلقاها فورا، تتركز المعلومة وتتركز بذهنه. في عنا أطفال إذا ما شافوا الكلمة بعيونهم وشافوا الصورة اللي بتدل على الكلمة ما بيقدروا يحفظوها، فهون بدنا نراعي هذا الموضوع، هي الموضوع بيوقع على كاهل المس لحتى تعمل دراسة للطفل، وممكن المرشد النفسي الموجود بالمدرسة لحتى نعرف في عنا طفل ما بيستوعب المعلومة إلا إذا كان عم يحرك. كتير بتجينا خاصة أم، يعني لا سألتيني أكثر من مرة أنه بيكون الطفل واقف وعم يتحرك يمين يسار، هذا كيف عم يستوعب؟ هذا ذاكرته حركية، هذا عم كل حواسه عم تتحرك، ممكن يلعب بالطابة بس وقت قلي له قوم سمعي، قوم يسمع. التلقي للمعلومة هو بشكل حركي، في أمها بتجي بتقول بركض ورا ابني، بضل عم بينط وبركض وراه بس لو أنا ماسكة الكتاب، هو تأكدي تماما وصلي له المعلومة بالطريقة اللي بتناس، ولكن ابتعد عن موضوع الرهاب، ابتعد عن موضوع التخويف، نبتعد عن موضوع انه خوف من العلامة، إذا ما جبت 10 أنا بدي أعمل مشكلة. المقارنة بين الأقران، أخوك
كان بعمرك يجيب 10، أخوك كان أو رفيقك أو ابن جارتنا، هذا أبداً كله بيأثر على نفسية الطفل وبيرجع فيه درجات لورا. وفي عنا شغلة بالنسبة للذاكرة عند الطفل، في شيء اسمه ذاكرة السمكة، هي نوع مرض يعني بينسى الطفل، مثل ما هلأ سألتي حضرتك أنه أنا شو ما سألته بينسى، حتى ممكن مو بس ينسى دروسه، ممكن ينسى مصطلحات وكلمات كمان الأشياء. هلأ بتجيني أم بتقول لي ماما ريما أنه أنا ابني عطيته موبايلي، عم جربه، عطيته موبايلي وقلت له خليه معك أو خبيه أو تعال ندور عليه، اختفى الموبايل والطفل فعلا ما تذكر وين حاطه. يعني هي لثواني لدقائق، مو دقائق، حتى أقل من دقيقة بينسى، فهو ذاكرته سمكة، بينسى فورا، ما عاد يتذكر وين حاطت الأشياء، ما عاد يتذكر الكلمات، ما عاد بتعطيه الحرف وبتعطيه وبيقوم بيسمعه وبيقوم بيكتبه على اللوح، بعد دقيقة اكتب لي على الورقة بيطلع فيك إنه هو مو ذاكره. نعم ريما، خلينا نحكي أكثر عن تقوية الذاكرة باستخدام يمكن أو باللجوء إلى الطعام. نحن بنعرف الجسم السليم بالأكل والغذاء السليم والرياضة والنشاط البدني أيضا. خلينا نحكي اليوم في كتير أكلات هي بتساعد على تقوية الذاكرة، في كتير يمكن وخاصة وجبة الفطور كتير ضرورية عند الأطفال. خلينا نحكي كيف مننظم أكل أولادنا، كيف منأسس لهم طعام صحي، وكيف منعطي سناكات بين الوجبات تكون من يعني ما نحرمون خفيف. ما نحرمون كمان الأكلات الطيبة. هلا نحن أهم شيء لتقوية الذاكرة أوميجا 3 دائما. أي طبيب، أي حتى تروح عند صيدلي مثلا تقولي له ابني عنده مشكلة بيقول لك أوميجا 3 بنعطيها. هلا أهم شيء بالنسبة للغذاء السليم، نحن مثل ما غذاء نحن يعني شو بتلفي لابنك الصبح، شو بتحطي له، شيء يفيده، الممنوعات، الشوكولا، المصاص، الشيبس، هدول الاشياء اللي دائما هلا بيكون حدا. بس الشوكولا كثير منيحه لتقويه الذاكره، لكن احنا اذا اعطيناها الشوكولا بشكل نحن بنقدر نعوض عنها بالفواكه والخضروات، اذا اعطينا تماما، اذا اعطينا الشوكولا للطفل بكميات، نحن ما عم نحكي بدف صغير او بحبه شوكولا، بتعرف الطفل لفه الشوكولا والسندويشه، اذا اعطيناها اياها بكميات كبيره فهي تؤدي كمان الى موضوع البدانه، وبنفس الوقت الدسامه، لانه الشوكولا في نوع من الدسم. اللي بحبز الطعام أنا الأفضل بالنسبة لنا فاكهة، خضروات، الشيء اللي ممكن يساعد الطفل على أنه يكون بعيد عن البدانة أو تكون حركته سهلة. المأكولات الجاهزة نحن منحذر منك بشكل كتير كتير كبير، لأنه المواد الموجودة فيها، الدسم الموجود فيه، إذا أكل الطفل لازم بده أكثر من ساعة لساعة ونص لحتى يقدر يركز، لأنه يصوب بالخمول وبده ينام بعد هيك أكل مباشرة، لأنه الدسم الموجود فيها والكمية الكبيرة هي بتخليه عنده نوع من الخمول والكسل، فما عنده شيء ينشط له الذاكرة، شيء يكون منتعش، شيء يكون نشيط فيه. الأكلات هي لازم نبتعد عنها، لكن نحن الأكلات اللي من حبزة ومن نطلب من الأم أنه دائما تعطيه، حتى السناكات اللي حكينا عنها، ما بتقدر تقطعي الشيبس ليا ولا بنقدر نقطع الشوكولا طفل بالنتيجة، لكن الكميات. واهم شيء وقت بيكون بياكل هي الاشياء ما بيكون عم يتفرج على التلفزيون او ما يكون الايباد بين ايديه، لانه هو بيشرد بصير بياكل اكثر، طبعا شارد الذهن، فهو ما عم يعرف الكميه وبصير بيطلب المزيد، لانه هو عم يتفرج على التلفزيون مقرون بالطعام، كل وتفرج، فهو بده يطول الوقت وهو عم ياكل لحتى ياخذ اكثر وقت مستطاع لحتى يتفرج على التلفاز. البرامج اللي بيتفرج له بالنسبه نحن للايباد كثير حذرنا منه، حتى بالنسبه لموضوع النسيان وشرود الذهن بياثر علينا كثير كثير، لانه البرامج اللي عم يتفرج له فهو الطفل متلقي، ما عم يبدي اي نشاط، ما عم يعمل اي شيء للدماغ لحتى ينشطه، فهون الطفل نقلل له الوقت. يعني احنا حكينا بكل المشاكل لكن لازم نحكي بالحلول، فعندنا اكثر من طريقه وحل لازم نتبعه لحتى الام تكون مرتاحه. اول شيء بالنسبه للغذاء حكينا، بالنسبه لموضوع البدانه، ثالث شيء بالنسبه لموضوع التلفاز، مثلا انا بهذا الوقت كنت اعطي ابني الموبايل او الايباد 3-4 ساعات، وهذا نحن مو مختلفين عليه. الخطأ هذا الوقت نحن نعطي الطفل نصف ساعة، لكن ما بيجي أنا بهذا الوقت اللي كنت أعطيه الأيباد اللي نحن ما ندرس، الدماغ مفرمت،
انفرمت انه انا بهذا الوقت كنت اقعد على الايباد، فانا لازم اتبع خطوات وعودوا على للطفل فرمة الدماغ انه نحن بهذا الوقت من الساعه افترض من الساعه 2 للساعه 3 في عندنا طعام، من 3 الى 4 مثلا عندنا دراسه، طبعا الخطوه اللي بعدها الاوقات الدراسيه. يعني مثلا انت كنت عم تقولي لي هلا بالنسبه للام انه عم تعصب حفظتك وعم حفظتي مقطع ريحي دقيقتين، قولي له روح كل سندويشه، روح اقعد على التخت شوي، ارتاح شوي، بنرجع يعني استراحه 5 دقائق، بنرجع للمقطع اللي بعده. خاصة في ضغوط كثير بالمناهج الدراسيه. وحكينا انه في تعويض الفاقد، يعني كمان نحن مو زمنا يعني في شيء ما نوصله للطفل، مو مثل وقت نحن درسنا صف الاول والثاني والثالث اخذناه بكل اريحيه، لا، نحن هلا عم صف الاول عم ياخذ معلومات الروضه بالاضافه لصف الاول، صف الثالث عم يرجع للاول والثاني، فهني مضغوطين والاهل مضغوطين، لكن نحن مدى بدانا بهي الخطوات واتبعناها صح، وايد لحالها ما بتسقف طبعا، يعني الاب ضروري ضروري يكون مو هو الخوف ولا هو القلق ولا هو الرهاب، هو يساعدنا. شو يكون دور الاب؟ الاب لازم يساعد الام، لازم يكون هو يعطي كمان مثل ما بتعطي الام الامان، يعطي هو الامان في مثلا طيب اغلب الأم. اغلب الامهات هلا عم تحط انصات بيساعد الانصي هذا للاسف لا احنا بنعطيه الدعم النفسي للطفل، لما الانسي بتعطيه اكيد هي في اسلوب معين مختلف عن الام، لكن لما بيجي الاب ولكن لازم الام تعلمه اكيد لازم واكيد تشيك، انا بنصح تسميع تشيك رجاء أي رجاء شيء. من كل الامهات لا في امهات بيحطوا ميسات لاولادهم بالبيت وخلص بينسوا لا لا رجاء رجاء اي ام بتحط انسي بتعطي المعلومه بطريقه صح، لكن المطلوب انا ابني يشعر فيه، يشعر بأماني، يشعر إنه أنا ماني مبتعدة، أنا يعني ما عد أنا ملازه، ما عد أنا أمانه، أي شيء ما عد يلجأ لي، إذا صارت عنده مشكلة رح يروح للي عم يتعلمه، مو ضروري أنا فقط اللي عم طعميه وعم شربه، لا أنا لازم أكون كل شيء مستحوذ عليه، لازم راقب حتى يعني لما عطت المادة شيك عليها، تعالوا ماما تعالوا نرجع نعيد، فهمتها هيك؟ لازم أنا أدخل طريقة التعليم عن طريق اللعب، هي كتير كتير مهمة جدا جدا، دور الأب ودور كتير كتير له دور قوي، هو بيعطي الدعم النفسي، هو الركيزة الأساسية، لما بيجي بيقول له أنا إلي ثقة فيك، أنت حتطلع شيء كبير، خلي يدور معه على الحلم، خليه يمسك فيه انه انا انت شايفك انت حلمي، اما لما الطفل بيروح على المدرسه وما بيشعر بوجود الاب او غير مكترس او ولا مره فتح كتابه ولا مره شيك على دفتره، فهون ما عاد يحس انه هو له هو كطفل له دور عند الاب. بالنسبه لدوره مع الام كمان بيعطيها دعم نفسي كثير كبير لحتى يساعدها. التمارين اللي ضروري نستخدمها الطفل مشان ابتعاده عن تشتت الذهن والتركيز والتدريب الذاكرة، اللضم، الخرز، أي شيء في أشياء دقيقة، النقل من زبدية لزبدية مثلا بملقط رح نقول ملقط الفحم أو ملقط الحواجب، هدول الشغلات الصغيرة اللي بنلقط مثلا خرزة من مكان لمكان، ما نعطي طبعا حسب عمر الطفل، إذا كان عمره صغير فبنعطيه الملقط الكبير، إذا كان عمره أكبر بنصعب له المهمة، النقل من مكان لآخر، الخيط لما نفوت فيه خرزة، كل هدول الأشياء بتساعد الأم بالنسبة لموضوع الذاكرة. نعم يعني معلومات كتير حصلنا عليها من كريمة، وللأسف عرفنا كتير من مشتتات الطفل عم تكون بسبب الأم أو طريقة تعامله مع هذا حتى الطفل. اللعب حتى الألعاب اللي بيستخدمه الطفل بالبيت، الطابة أو مثل الأيباد البلايستيشن، هدول الشغلات حتى لازم ننتبه لها. نعم شكرا كتير لك كريمة، أكيد مشوفك بحلقات جديدة.